الجيل اللي بتصير هلا ما بنحضر مباراة قرب كأس العالم. وهي اجيت اللي شو بدك تحكي جهة؟ زهرة انا بحبك وبدي اتزوجك. اسمعي منيح شو بدي اقلك، نحن مو متفاهمين، يعني كل الوقت مشاكل. قولي لي شو خلينا لوقت نتزوج؟ انت شو عم تحكي جهاد؟ قصدي يقول وصلنا لاخر الطريق. شو فيها اذا تخانقنا شوي؟ ما نحن كل الوقت متخانقين ولا لحظه مرتاحين، يعني من الاخر مليت من المشاكل وهذا الوضع ما عاد ينطاق بالمره. رح احكي مع اهلي اليوم واجي اطلبك، تمام؟ مو وقتها هلا، اجلها شوي. ليش؟ اختي رح تتزوج، يعني هلا مشغولين فيها. بس تتزوج بصير فيك تيجي تطلبني. ماني مصدق ايمت رح يصير هالشي. الله يوفقك، لا تأهل حالك، خلص روقي. شوفي فأس الخطبة مين هنن؟ ناريمان وجهاد. جهاد شلح محبسة وتركها. شو جن هاد يعني؟ أنا فرجي لقلي لأصل. وقف عثمان، لا تزيدها أكتر على بنتك. من الصبح ما وقفت بك بتقطع القلب والله. هالواطي مفكر بنات الناس لعبة؟ رح اتصل فيه. اتصلت فيه ما عم يرد على تليفونه. رح روح لعنده على البيت لك، الشغلة مو لعبة. يا خوفي تصير شي مصيبة يا بنتي. شو صار؟ حكيت معه؟ حكيت معه. ايه؟ خلص الزلمة معند على الأخير. كنت راح دق بخوانيقه. بنتنا ما في عقل. ليش هيك عم تحكي؟ اللي انكسر ما بيتصلح. خلص حسم الموضوع. يعني من اليوم صار جهاد من الماضي. كيف بتساوي فيني هيك يا حقير؟ كيف بتعمل هيك؟ كيف بتتركني؟
أختي؟ شو بدك؟ إذا بتزعجيني رح أحكي لأبوكي شو شفت عليكي، عم تفهمي؟ أنا حكيت مع أمي. زهرة، أنتي لازم تحكي مع أهلك. إذا حكيت معهم رح يعرفوا أنه عم نلتقي بالسر. طيب، شو لازم نعمل؟ قليلي. القصة بسيطة، نحن من نفس الحارة، ممكن تكون شفتني وعجبتك. يعني منقدر نجي لعندكن؟ قصدي أنه نتزوج. فكرت أنه ما فينا هلأ. لحتى تتزوج أختي. مرحبا أختي. قلي لي شو كنتي عم تعملي؟ ولا شي. ولا شي؟ بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج ومنشوف وقتها. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.